بدأت بحيرة نمرود البركانية في ولاية باتليس جنوب شرق تركيا باستقبال الدفعات الأولى من زوارها تزامنا مع العودة إلى الحياة الطبيعية عقب تراجع انتشار وباء كورونا في البلاد. وتقع البحيرة البركانية في منطقة تاتوان على ارتفاع 2250 مترا عن سطح البحر، وتحظى باهتمام كبير من السائحين المحليين والأجانب. كما تحتل البحيرة مكانة عالمية بارزة، فهي ثاني أكبر بحيرة بركانية في العالم والأكبر في تركيا، وتسحر البحيرة السائحين من داخل وخارج تركيا بجمال المناطق الطبيعية التي تتضمنها، حيث تحتوي على أحواض ذات مياه ساخنة وأخرى باردة، فضلا عن مغارة جليدية ومدخنة بخارية وأنواع شتى من الطيور.